السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله. بعد عبور الموازنة أشواط ووصولها لمراحل متقدمة، تصطدم اليوم بمقاطعات بعض النواب لجلسات التصويت عليها، مطالبين بالتعديلات على الاستحقاقات المخصصة لمحافظات الوسط والجنوب. رغم الانتظار الطويل اللي يترقب المواطن، إلا أن هنالك ما أسماها المراقبون بالثغرات من خلال عدم إنصاف هاي المحافظات الجنوبية وفي الوسط، وفق ما يصرح نواب هذه المحافظات آملين من الجهات المعنية إعادة النظر بما تم تقسيمه في الموازنة العامة لأكبر موارد البلد اللي تغذيه، بالتالي تقسيم المخصصات المالية في الموازنة وفق ما تستحق كل محافظة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن الطارمية لا تزال تشكل حجر العثرة في بسط الأمن والاستقرار لمناطق شمال العاصمة بغداد، فهي كعميق في الخاصرة الشمالية ولا تزال تشكل رأس رمح للتنظيمات الإرهابية في استهداف القطاعات الماسكة والمدنيين العزل. طبعا معطيات أمنية تشي بالخطر وتوجب على سلطات القرار أن تتسابق مع الزمن لتفريغها من الزمر الإرهابية، فالمناطق الضائعة أو الضائعة منها ستكون هي قنابل موقوتة تتفجر تباعا كلما سنحت لها الفرصة بذلك. مشاهدي الأحبة، هاي الملفين راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشها مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. نتحدث اليوم عن اعتراضات وملاحظات توجه نحو الموازنة العامة، تصل إلى مرحلة مقاطعة جلسة التصويت من قبل نواب محافظات الوسط والجنوب. كون المخصصات المالية في الموازنة ما تتناغم وحجم المشاريع المتلكئة واحتياجات هذه المحافظات لنفقات مالية تغطي تلك المشاريع والنهوض بواقع المحافظات. مشاهدي الأحبة، خلونا نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. موقف ثابت لدى نواب الوسط والجنوب لمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة العامة بغية إنصاف مستحقاتهم. فرئة العراق الاقتصادية التي تغذيه تذهب جهودها أدراج الرياح ولا تنال مستحقاتها الكافية في الموازنات بحسب ما يصرح مراقبون، ونواب يعترضون تمريرها في حال بقيت على ما هي عليه دون تعديل أو تصحيح. محافظات زراعية ونفطية تدر بمواردها المالية على اقتصاد البلد، ولها الكثير من المشاريع التي تتوقف على مخصصات الموازنة العامة. بالمقابل، تصريحات النواب تشير إلى عدم كفاية المستحقات لتغطية المشاريع التي تحتاج أموالاً ضخمة لتنميتها، كونها مشاريع مستمرة ومتلكئة منذ مدة طويلة. فلغة الأرقام تلعب دورها في المطالبات النيابية التي وضعها النواب على طاولة الاعتراض من أجل النهوض بواقع محافظات الوسط والجنوب وما تعانيه من نقص حاد في الخدمات الأساسية، حيث ذكر نواب أن ما خصص ل15 محافظة هو فقط 2.5 تريليون دينار، معترضين بدورهم على هذا التقسيم غير المنصف بحسب ما وصفوه. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، ورحب بضيوفي الأكارم الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي. حياك الله دكتور ضيفا كريما، وكذلك أرحب بالأستاذ سلام حسين عضو الإطار التنسيقي يحدثنا عبر سكايب من واسط. حياكم الله ضيوفا الكرام. نتحدث دكتور صفوان عن انخفاض حصة تنمية الأقاليم في موازنة 23 إلى 2.5 تريليون دينار، هل هذا الموضوع برأيك راح يهدد حركة الإعمار
والبناء اللي تحتاجها هذه المحافظات؟ طبعا بدي ارحب حضرتك وبالاستاذ الفاضل وبالمشاهدين الاعزاء. طبعا من الواضح ان عمليه اعداد موازنه اتحاديه تاخذ نظر الاعتبار وجود اهداف البرنامج الحكومي لخلق حاله لجميع المحافظات العراقيه والتصدي لموضوع الفقر والبطاله. وبالتاكيد هناك محافظات على مستوى الجنوب ارتفعت بها نسبة البطالة والفقر في السنوات السابقة، وأيضا موضوع شحة المياه ألقى بظلاله على العديد من المحافظات الجنوبية والوسطى. فعملية الاستثمار في إدامة المياه تحتاج إلى أموال بالتأكيد، وتحلية المياه كلما اتجهنا جنوبا هي مطلب حقيقة على مستوى أبناء محافظات الوسط والجنوب. فبتقديري إذا كانت 2.5 تريليون غير كافية لإعادة انعاش هذه المحافظات، طبعا هي ليست 2.5، هي 7 تريليون و500 مليار، على اعتبار انها ستتكرر خلال 3 سنوات القادمه. وهي يمكن ان تدعم الحقيقه من خلال وزارات الاتحاديه. حكومه السوداني صممت الموازنه على اساس ان الوزارات الاتحاديه تقوم بتنشيط الجهد الخدمي في جميع المحافظات العراقيه. بعض المحافظات لا تمتلك البترودولار كمحافظة بابل مثلا، يمكن أن يكون هناك توجيه في الموازنة أو من قبل مجلس الوزراء إلى الوزراء لكي يكون هناك تعزيز لمستوى الإنفاق على مستوى المحافظات الوسطى والجنوبية، وكذلك عودة النازحين إلى ديارهم. طبعا كلما نظرنا إلى الموازنة على أساس أنها ثلاثية الأبعاد وأن هناك بعض النفقات يمكن أن تنتفي الحاجة إليها خلال سنة 2023، ستكون هناك مرونة مالية لعملية تعزيز الأنفاق في محافظات الوسط والجنوب. لكن الموازنة بمفردها لن تستطيع النهوض بهذه المحافظات. علينا البدء بمشروع طريق التنمية الذي سيمر ب 11 محافظة. بالتأكيد هذا الطريق سيساهم في خلق فرص عمل في تلك المحافظات، ويساهم في إنشاء مدن صناعية وتجارية وسياحية في المحافظات التي سيمر بها وصولا إلى تركيا. فالسوداني ماضي باتجاه الاعتماد على مصادر لتمويل هذه المحافظات من خارج الموازنة. وأعتقد أن زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية وحضور مؤتمر قمة العربية والإشارة بوضوح إلى الرغبة في خلق تكتلات اقتصادية على مستوى دول المنطقة كانت تستهدف استغلال الموارد غير المستثمرة، خاصة على مستوى يعني المنافذ التي تشترك مع المملكة العربية السعودية في محافظة السماوة، وعملية ربطها بمنظومة قطارات يمكن أن تساهم في إحداث تغير اقتصادي في. فأنا أميل إلى أن يكون لدينا إعداد للموازنة على أساس المناطق الجغرافية وعلى أساس المحرومية والفقر، وتوجيه جميع الوزارات الاتحادية باعتماد الأسس العلمية في توجيه الأنفاق لخلق بيئة متوازنة ومكملة لبعضها. يعني لا نستطيع مثلا أن ننهض بمحافظة البصرة على الرغم من أهميتها ونترك بقية المحافظات الغير منتجة للنفط. هناك يعني تلوث بيئي ليس فقط في المحافظات المنتجة للنفط وإنما في كل محافظات العراق. فعلينا استقطاع جزء من مبالغ الحفاظ على البيئة في المحافظات المنتجة للنفط، ومحاولة يعني زراعة الصحراء، تحلية المياه في بقية المحافظات، لأننا مسؤولين عن استقرار السكان في مناطقهم وليس النزوح والبحث عن العمل في محافظات أخرى وارتفاع تكاليف التحول وبالتالي تشويه مدن أخرى. فنحن أمام مسؤولية في توزيع النفقات العامة على مستوى القرى والنواحي بالإضافة إلى مراكز المدن وفي جميع مناطق العراق وخلق حالة من التنمية المستقرة والمستدامة. دكتور أجدد ترحابي بالسيد سلام حسين أستاذ سلام، لما تحدث الدكتور صفوان قصي عن هذه التفاصيل في الموازنة وطريقة تقسيمها والإيرادات والأمور التشغيلية والاستثمارية بالذات،
نتحدث عن محافظات الوسط والجنوب اللي هي تعتبر الأكثر نقصا في الخدمات الأساس، هل أن هذا يعني تعزيز مخصصاتها مناطقيا؟ يجب أن تكون هكذا الموازنة في مجلس النواب؟ كيف صممت الموازنة وهي لم تراعي هذه الجوانب؟ يعني هل طغى الحبر السياسي على البناء الفني والمهني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى ضيفكم الكريم وعلى مشاهدي قناتكم الموقرة. حياكم الله. عليكم السلام. في الواقع قانون الموازنة العامة حاليا هو يعد من أهم القوانين في حياة أبناء الشعب العراقي، إن لم أقل أن الموازنة في حياة كل الشعوب تعتبر من أهم القوانين، لكن على مستوى العراق مع شديد الأسف هذا القانون متعثر دائما، وكل تعثر يخلق أزمات لهذا الشعب المبتلى في الواقع بسبب المشاكل السياسية وبسبب داعش وغير داعش وكورونا، هناك الكثير من الأسباب. على كل حال الموازنة الحالية الإشكال الكبير عليها من قبل نواب الوسط والجنوب بالذات على أنها موازنة يعني هضمت حق هذا الجزء الكبير الذي يعد أكثر من ثلثين مساحة العراق وتسع محافظات إن لم تزيد، كلها بمبلغ يكاد لا يصل إلى المبلغ المخصص لإحدى الوزارات، يعني واحدة من الوزارات لا أريد أن أسميها تخصيصها 3 تريليون، في حين إذا يعني نظرنا إلى الموازنة لسنة واحدة لهذه المحافظات لا يتجاوز التريليونين ونص، وهو مبلغ يعني زهيد جدا 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 قياسا إلى حجم الدمار ونسبة البطالة وانحسار المياه والمشاكل الكبيرة التي تعاني منها محافظات الوسط والجنوب. يعني بوصف لأحد الأخوة أنها موازنة وزارات في الواقع وليست موازنة محافظات ومحافظات منتجة للنفط. لم يجني الوسط والجنوب من هذه الثروة التي تكاد تشكل 95% من 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 إيرادات الدولة العراقية، يعني التي تدخل إلى خزانة الدولة من الأموال، 95% من هذه الأموال تأتي عن طريق النفط، وهذا النفط أكثر من 80% منه ينتج في الوسط والجنوب، لكن ماذا جنى أبناء الوسط والجنوب من هذه الثروة غير الدخان والأمراض والتلوث البيئي والدمار والخراب والبطالة الذي يعني بسفرة بسيطة إلى إقليم كردستان. نعم. قبل أن نقارن هذا الموضوع بإقليم كردستان لو سمحت لي، يعني حتى بس أقف عند ما تفضلت به أنها موازنة وزارات وليست موازنة محافظات في هذه الأثناء، أرحب بضيفي الكريم الأستاذ كاظم الطوقي النائب المستقل ينضم معنا عبر الهاتف من ذي قار. حياك الله أستاذ كاظم. يتحدث السيد سلام حسين عضو الإطار التنسيقي عن رجحان كفة موازنة الوزارات على موازنة المحافظات، طيب كيف يشكل هذا الموضوع خطرا على البناء والإعمار فيما يلاحظ أن المشاريع المتلكئة هي بالنتيجة مشاريع وزارات؟ تحية لك وضيفة الكريم ومشاهدين قناتكم الكريمة. حياكم الله. حقيقة هي الموازنة بعد قراءتها الأولى والثانية، القراءة الثانية تبين أنها موازنة وزارات، وأعتقد أنه رئيس الوزراء باعتبار أنه هو أقرب للوزارات حاول أن تكون قريبة عليه، لأن الوزير أقرب من المحافظين، لكن إحنا خلال تجاربنا السابقة أكثر المشاريع الوزارية متوقفة من 2012 لحد الآن، يعني أكثر المشاريع اللي هي المال وزارية باعتبار أنها بعيدة وعدم الاهتمام فيها المبالغ التي تتأخر عليه. أما المحافظات تشوف المحافظين والتخطيط المحافظة متابعين مع وزارة التخطيط، ولا يوجد مشاريع متوقفة عن طريق تنمية تقاليم إلا ما كانت تعرضت في 2019 للكورونا عدم الوجود موازنة. أما أنه دا نقارن بين الوزارات والمحافظات، محافظات أفضل. طيب هنا نتحدث دكتور صفوان عن أن هنالك توجه نيابي لإجراء بعض التعديلات على الموازنة عند عرضها على مجلس النواب، في هكذا حالة هل راح تحقق هذه المناقلة العدالة بين حصص المحافظات
أم أنها ستكون طفيفة ولا نصل إلى الأعتاب المرجوة من قبل هذه المحافظات؟ لا، الحقيقة يعني وزارة المالية وزارة التخطيط تمتلك مرونة في عملية إجراء التعديلات بين الأبواب والفصول على مستوى جميع المحافظات وعلى مستوى جميع الوزارات. إذا كان هناك طبعا مبرر لعملية المناقلة، مسألة يعني زيادة مستوى الشفافية في عرض موازنة الوزارات الاتحادية، هناك جداول يفترض أن يتم إرفاقها بالإنفاق الوزاري. يعني عندما نقول مثلا أن تخصيصات وزارة الصحة أكثر من 10 تريليون دينار ضمن 2023، أين ستذهب هذه 10 تريليون؟ يفترض أن وزارة الصحة تعرض خريطة لإكمال المستشفيات على مستوى جميع المحافظات، ولا بأس أن يكون أداة الرقابة على الإنفاق الوزاري هي المحافظات، السلطة المستفيدة، يعني الجهة التي ستستلم المشروع هي بالتأكيد المحافظة، وعلينا إشراك المحافظات في عملية مراقبة أداء الوزارات الاتحادية بسلطة قانونية بشراكة لكي نعلم أن الوزارة الاتحادية هي عادلة في توزيع التخصيصات المالية، ولا نكرر الفشل في أن الوزارات الاتحادية لا تستطيع إنجاز المشاريع وتقديم خدمات إلى المواطنين. حكومة السودان هي حكومة خدمة وهي على تماس بحياة المواطنين ومشاكلهم، لكن سلطة الإنفاق بالتأكيد يعني بإشراف مباشر من حكومة السوداني، لكن لا بأس أن يكون هناك يعني رقابة من قبل المحافظات على سلطة الإنفاق وعلى جميع الوزارات الاتحادية. نعم، خلينا أرجع لسيد النائب أستاذ كاظم، يعني في حال لم يكتب لهذه الخطوة النجاح بأن يكون هنالك تعديل على فقرات الموازنة بما ينسجم مع احتياجات المحافظات، هل هنالك تلويح من قبل نواب المحافظات الوسطى والجنوبية بمقاطعة جلسة التصويت؟ هل سيختل النصاب بعامل التخصيصات أستاذ كاظم سيادة النائب؟ لا، الميزة المالية عازمة على زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، نعم، مع مجلس النواب أيضا، باعتبار مجلس النواب أيضا يشكل المحافظات، باعتبار تنمية الأقاليم 2.5 لا تكفي، واللجنة الماضية تصل بها إلى 5 إلى 7، ويمكن اليوم وبكرة هم أمامهم العمل على الاستقطاع من بعض الوزارات أو الهيئات بغرض زيادة تنمية الأقاليم. احنا انا ارجع بحديثك الى قضيه الصحه وما بتكلم ضيفك الكريم، احنا اليوم اذا تجي للمستشفيات احنا مو قليله مستشفيات في العراق، نعم، ولكن هي قليله قله الاهتمام، عدم وجود الاطباء. يعني احنا مثلا احكي لك في محافظه بيقار عندنا المستشفى التركي يعني افضل مستشفى موجود على مستوى العراق، بس قل لي شنو اللي توفر فيه؟ وين العلاج؟ وين الضبط الدوام؟ وين الاطباء؟ وين كذا؟ اليوم احنا علينا من المؤسسات من يعني على الصحة بدل ما تأخذ هاي الأموال عليها أن تبني مؤسساتها بالداخل بنظام تلزم الأطباء بالدوام، تلزم بالتنظيف، تلزم بالمتابعة. اليوم لأن إحنا محتاجين أكثر ما محتاجين، إحنا المحافظات موجودة فيها بناء المستشفيات الطبية، المستشفيات العامة القديمة لا زالت يحتاج إلى فقط مجرد ترميم بسيط، ولكن شو الفائدة؟ أنا يعني مجرد بندقة، انا اعطيني اطباء، اعطيني علاج، شنو المشكله؟ ينام بالمستشفى والعلاج بالضبط، شنو بعد فائده على المستشفى؟ شنو فائده انا ابني فقط مستشفيات وحجر وبعدها يمكن تعرض الى التلف يعني. طيب، يعني هل راح يكون هنالك مقاطعه لجلسات التصويت اذا ما لم يكن هنالك تعديل مرضي لنواب المحافظات؟ اكيد راح يصير اعتراف، بس انا اقول لك ويا هذا ما بدي اللجنه الماليه وكل النواب انه زياده المحافظات ما بدي ابدا. طيب، بخصوص قضية المقارنة، بعض المحافظات ونواب المحافظات والمتخصصين يقارنون بين قضية حصة الإقليم كمحافظات 3 أو 4 محافظات باعتبار حلبجة محافظة، وبين محافظات الوسط والجنوب يقارنون بين الموازنتين أو التخصيصات للطرفين. نعم، هذا الموضوع توزيع الأموال والمشاريع الاستثمارية وما مخصص المحافظات للأسف لا يوجد في الإقليم، واللجنة المالية احتلت هذا الموضوع وشرعت قبل يومين بالمقارنة ومحاولة المساواة، لأن مثل ما تعرف التعيين سجل المحافظات الجنوبية هي الموازنة
90% احنا من النفط، يعني 13% من الموارد الغير نفطيه، هاي 90% يشكل منها 85% من محافظه البصره. نعم. وتجيها بعد العماره بعد الناصريه للجنوب، هاي المحافظات المنتجه للنفط، لكن للاسف نشوف عندنا اقل موازنه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد كاظم مطوقي النائب المستقل، حدثنا عبر الهاتف من ذي قار. ومباشرة لحضرتك أستاذ سلام، عندما نقارن محافظات الوسط والجنوب بتخصيصاتها المالية مع تخصيصات إقليم كردستان، كانت عند حضرتك هكذا مقارنة، إلى ماذا نصل؟ الواقع تصل إلى فارق شاسع واضح جلي لكل من، يعني لأبسط مواطن، يعني بمجرد زيارة بسيطة إلى محافظات الإقليم يكاد السائح أو الزائر يكتشف البون الشاسع بين حجم العمران ومستوى دخل الفرد بقياسا بالوسط والجنوب بنسبة البطالة والخراب الذي عم تقريبا كل مدن الوسط والجنوب العراقي. فالقضية واضحة جدا جدا، لذلك نرى أن يعني هناك شبه إجماع وشبه توافق بين نواب الوسط والجنوب على فرض شرط أن الموازنة لن تقر ولن تمر ما لم يتم رفع هذه النسبة المتدنية لغرض تمكين المحافظين، خصوصا حاليا بغياب مجالس المحافظات، والموضوع وكأنما أوكل للوزارات، والوزارات الكل يعرف يعني أن أهل مكة أدرى بشعابها، يعني وزارة اتحادية في بغداد لا تعرف مثل ما يعرف المحافظ والحكومة المحلية في هذه المحافظة من الأمور والمتطلبات. الوسط والجنوب يعاني الكثير قياسا بالمنطقة الغربية وقياسا بإقليم كردستان، حتى المنطقة الغربية ودخول داعش هناك أيضا مبلغ مخصص لها في البرلمان، يعني بصندوق إعادة الإعمار، يعني هذا مبلغ يضاف على موازنة المحافظات الغربية، في حين المحافظات المنتجة للنفط هي محافظات الوسط والجنوب. يعني موضوع البترودولار هذا بقي معلق على الراف، يعني حاليا يجب إنشاء هذا الصندوق ولضمان حقوق هذه المحافظات من هذه الثروة التي تنتج في أرضهم. لم يجني أبناء الوسط والجنوب من هذه الثروة، أجلهم الله وأجلنا الله، لأن أبناء هذه المنطقة كالبعير، يعني يحمل ويأكل العقول ويحمل على ظهره الذهب، هذا ما جنيناه من ثروتنا. ومن لذلك يعني المطلب هو مطلب حق وعادل، ما لم يلتفت البرلمانيون إلى هذا الموضوع فإن موضوع الموازنة سيواجه عقبة كبيرة، وهذا يضر كل المجتمع العراقي وليس أبناء الوسط والجنوب. طيب، هناك رغبة عامة دكتور صفوان في سرعة إقرار الموازنة، ورغبة في تعديل تخصيصات المحافظات، وأكون هناك أيضا تلويح بالمقاطعة، عدة مسارات نلاحظها أنه يعني في هذه الموازنة، بالإضافة إلى المتغير المهم لما حضرتك سمعت ثلاثية الأبعاد، كيف من الممكن أن نجد عامل مشترك أكبر بين كل هذه المتغيرات؟ يعني الحقيقة حاليا نحن يعني في مرحلة فائض، يعني هناك مدور ما لا يقل عن 23 تريليون من السنة السابقة، وهناك إيرادات نفطية مناسبة للبدء بحملة إعمار شاملة، فأعتقد أن الوفرة المالية هي كافية لتغطية احتياجات جميع المحافظات في جميع أنحاء العراق. المرونة المالية هي أداة التي يمكن أن يقبل بها يعني الطرفان، يعني إذا كانت مثلا لدى الوزارة الاتحادية أموال يمكن إنفاقها على مستوى جميع المحافظات، يمكن أن يكون هناك ممثلين للوزارة في داخل المحافظة ويمنحون سلفة، وأن يشترك أعضاء مجلس المحافظة والممثلين للمحافظة في توجيه هذه السلفة باتجاه الأولويات داخل المحافظة. نعم، هناك يعني نظرة أكثر تفصيلية لدى أبناء كل منطقة على مستوى القرى، على مستوى مراكز المدن، من أين نبدأ؟ بالتأكيد علينا يعني وضع خريطة واضحة للإنفاق العام لكي لا يكون هناك محرومية في مناطق، ويعني رفاهية أو شبه اكتفاء في مناطق أخرى. مسألة توفير المياه وتحلية المياه باعتقادي هي أولوية، وعلينا لا نضعها
ضمن هذه النفقات. يعني كلما وفرنا المياه كلما وفرنا الطاقة الكهربائية في هذه المحافظات كلما خففنا من تكاليف الحياة في تلك المحافظات. العراق مقبل على حملة إعمار شاملة، والاستثمار في الخدمات هو الذي سيحرك البوصلة الاقتصادية. يعني طريق التنمية إذا ما تم دعمه من قبل جميع المحافظات سيوفر آلاف مئات الآلاف من فرص العمل، وهو عبارة عن استثمار استراتيجي. ميناء الفاو حاليا رصد لأكثر من 5 تريليون ضمن موازنة ثلاثية الأبعاد، وهذا الميناء عندما يكتمل أيضا سيضيف قيمة للاقتصاد العراقي، وبالتأكيد يخلق حالة من التنمية في محافظات الجنوب وباتجاه الاتحاد الأوروبي. فعلينا لا ننظر إلى فك الاختناقات وفقط، وإنما على مستوى المشاريع الاستراتيجية لا بأس أن يكون هناك يعني إدارة مشتركة للتخصيصات المالية من قبل وزارة المالية وممثلين عن المحافظات، لكي تكون المناقلة ضمن سلطة وزارة المالية وممثلين المحافظين. يعني أن يكون هناك مجلس لإدارة التخصيصات المالية وإجراء المناقلات، وبالتأكيد عندما يكون الموضوع ضمن شفافية يعني يكون هناك عدالة في توزيع الإنفاق. فالحكومة الاتحادية بالتأكيد هي مسؤولة عن الجميع، وثروة الشعب هي ملك الجميع، وعلينا خلق حالة من التكامل الاقتصادي ليس على مستوى المحافظات وفقط، وإنما على مستوى يعني نتطلع أن يكون العراق هو عبارة عن مكان أن يحتذى بنا في عملية التكامل الاقتصادي بين المحافظات وبين دول المنطقة. فأعتقد أن موازنة 2023 ستمر خلال هذا الأسبوع، ونحن مقبلين على إعادة تأهيل جميع القطاعات، ولا يكون هناك أي متضرر من عملية الإنفاق العام، وعملية زيادة مستوى الشفافية والحد من الفساد بالتأكيد سيساهم في القضاء على مثل هذه المخاوف لدى أبناء المحافظات. وكذلك عندما يكون للوزارة الاتحادية نظرة شمولية وتعاقد ثقيل على مستوى مثلا 500 مستشفى 10,000 مدرسة، على الرغم من وجودها بعدة محافظات، لكن العقد يكون بتكاليف أقل، وباعتقادي يعني عقد إجمالي لكن يوزع بعدالة بين المحافظات سيساهم في يعني إرضاء ممثلين تلك المحافظات في مجلس النواب. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي أثريت الحوار، وكذلك الشكر الكثير للأستاذ سلام حسين عضو إطار التنسيق انضم معنا عبر سكايب من واسط، وأكرر شكري للسيد كاظم الطوقي النائب المستقل حدثنا عبر الهاتف من ذي قار. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور احمد الشريفي الخبير الاستراتيجي، حياكم الله دكتور، اهلا ومرحبا بحضرتك، وكذلك ارحب بالاستاذ واثق الجابر. دكتور ابدا من حضرتك، على الرغم من ان العمليات العسكريه اللي تجريها قياده العمليات المشتركه في منطقه الطارميه، لكن ما تزال هاي المنطقه ملتهبه امنيا، وتناولنا هذا الموضوع مع حضرتك في اكثر من حلقه، تاره تستهدف القطاعات العسكريه الماسكه وتاره المواطنين العزال، ما اللغز في هذه الخاصرة الشمالية لبغداد من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا زالت الجغرافيا بالحقيقة هي الخاصرة الرخوة لحزام بغداد بل لمناطق عديدة في العراق، ولذلك حينما نقرأ الجغرافيا لابد أن نقول ما هي العوامل التي تجعل التنظيم مرنا في أداء مهامه القتالية دون القدرة في تحقيق مسك أرض أو استراتيجية ردع لإسكات التنظيم بشكل كلي.
هناك جملة من الأسباب. أولاً لا زال مبدأ كسر الحدود والتنافذ الحدودي قائم، وبالتالي لا نستطيع أن نحدد عدداً ونقيد عدد وجود داعش بأعداد محددة، لأنه إمكانية التنافذ الحدودي وآليات كسر الحدود على مستوى الأفراد والجماعات لا زال قائم، وبالتالي تأمين الموارد البشرية فضلاً عن القدرات التسليحية متاح، ومعنى ذلك أن التهديد مستمر. الجغرافيا التي تخدم التنظيم بوصفه جماعات جوالة قادرة على اتباع أسلوب الغش والتمويه والاقتراب من القطاعات العسكرية أو من المناطق المهمة والحيوية كحزام بغداد متاحة أيضا. لا زال الوضع السياسي مرتبك، والتوازنات الإقليمية والصراعات الإقليمية لا زالت أيضا مضطربة، ودليلنا في ذلك في مرحلة ما كنا نقول أنه داعش جزء لا يتجزأ من حروب الطاقة، وكان دليلنا آنذاك أنه داعش انتشرت على مصادر الطاقة ومعابرها لإحكام السيطرة، وقضية سرقة البترول وتصديره كانت جزءا من فلسفة التنظيم في تأمين موارد مالية وابتزاز صانع القرار السياسي. الآن بدأت بوادر خطرة جدا، بدأ التنظيم يظهر من جديد ويتحول من الأسلوب السري إلى الأسلوب العلني في المواجهة والاشتباك، تزامنا مع حرب المياه ومع نضوب مياه نهري دجلة والفرات. لا نستبعد أن يشاغلنا التنظيم مرة أخرى رغبة في إسكات آليات قد يجري تبنيها من لدى صانع القرار السياسي في مسألة تدويل قضية المياه. فإذا نحن أمام معادلة خطرة جدا، فيها يجب أن لا نقيس أن خطورة التهديد لداعش هو يتقيد بأفراد وجماعات، لأنها قابلة للتجديد وقابلة للتضخم كما قلنا عبر مبدأ كسر الحدود، فضلا عن أنها وإن ناورت أو حققت عمليات توصف أنها عمليات محدودة ولكنها من حيث التقييم هي عمليات نوعية. فإذا التهديد لا زال قائم، يستلزم استراتيجية ردع. في استراتيجية الردع طيب نبتدئ اسمح لي خلي اقاطع قبل استراتيجية الردع، ولكن المواقف التي لا زالت حاضرة في هذه المنطقة. أستاذ واثق مجددا حياكم الله، بعد ساعات من هجوم فجر اليوم زار وزير الدفاع هذه المنطقة الطارمية للوقوف على مسببات الحادث، أيضا قبل وزير الداخلية الاثنين الماضي لغرض المتابعة المباشرة أيضا زار المنطقة. هل هذه الزيارات راح تكفل تغير في النتائج؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام. طبعا للأسف يعني أحيانا بعض المواقف هي تكون نتيجة ردات فعل يعني أفعال إجرامية وخروقات أمنية تحدث. بطبيعة الحال هذه المنطقة أولاً هي طبيعتها الجغرافية وطبيعة الحواضن الموجودة في هذه المنطقة هي ربما تساعد في تحرك بعض العصابات الإرهابية أحياناً في تلك المنطقة، لكن هو طبيعة الاستقرار الأمني الموجود في العراق اليوم أي خرق أمني حتى لو كان بسيط يمكن أن يظهر للإعلام والإعلان والكل يعرف بهذا الخرق الأمني، لكن المنطقة هي عادة ما شهدت يعني في أكثر من مرة خروقات أمنية وخروقات كبيرة، لكن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمنية دائما ما تواجه بضغوطات سياسية وإعلامية كبيرة أيضا، وبالتالي لا تستكمل يعني طبيعة هذه العمليات العسكرية. لذلك يعني القوات الأمنية قادرة على مسح والسيطرة سيطر على المنطقة، لكن كما تعرفون التدخلات السياسية التي هي دائما ما تقف حجر عثرة بتقدم القوات الأمنية وتتدخل بالقرار الحكومي والقرار العسكري أيضا، ومثل هكذا التدخلات هي من سمحت بدخول داعش إلى العراق وتحرك الجماعات الإرهابية، وبالتالي طبيعة المنطقة الوعرة وطبيعة حدود بغداد هي دائما ما تستغلها هذه العصابات الإرهابية من أجل الضغط على العاصمة، باعتبار الضغط على العاصمة وعلى أطراف العاصمة والمناطق المحيطة بها طبعا لها تأثير أكبر من المناطق التي قد تكون مناطق صحراوية مناطق بعيدة، بالإضافة إلى كثافة البساتين الموجودة بهذه المنطقة والوعورة الموجودة أكيد تؤثر وربما لا ترصد بعض الجماعات الإرهابية التي هي أصبحت بشكل ذئاب منفلتة أو منفردة أحيانا، ولذلك تحاول بقدر الإمكان بين الحين والآخر أن تظهر بعض التحركات أو الأفعال الإجرامية التي هي
عادة ما تعطي مردود إعلامي، وهذا المردود الإعلامي أكيد يؤثر على عمل القوات الأمنية وعلى عمل الحكومة بشكل عام. طيب دكتور الشريفي، تتحدث حضرتك عن استراتيجية الردع، وهنا نتساءل عن الجغرافيا المعقدة التي تتسم بها هذه المنطقة، هل تفرض نهجا وسلوكا نوعيا في العمليات العسكرية؟ أحسنتم. هو احنا بالحقيقة بنتحدث عن تهديد، لابد أن نجري تقييما لهذا التهديد، هل هو تهديد وافد أم هو تهديد مستوطن في هذه الرقعة الجغرافية. في تقديري جغرافيا الطارمية تربط بين أربع محافظات: بغداد، ديالى، الأنبار، وصلاح الدين. وبالتالي بإمكان أن ينفذ التنظيم عمليات يطلق عليها بالعمليات المتحركة، على اعتبار أنه بالأساس كان جيشا جوالا وأصبح جماعات جوالة، أي بمعنى أنه التهديد متحرك. هذا التهديد المتحرك الذي يستطيع أن يضرب في كركوك ثم ينتقل إلى ديالى، ومن ديالى يقترب من حزام بغداد، طبعا رصدا واستمكانا للنشاطات العسكرية والأمنية. كلما وجدوا أن هناك حالة ارتخاء أو ثغرة أمنية نفذوا من خلالها لتنفيذ عملية ثم التحرك. فإذا كيف نتابع تهديدا متحركا، لأنه احنا قتالنا ليس قتالا جبهويا حتى يكون العدو واضح شاخص مشخص، بالإمكان تحديد قدراته القتالية، آليات انفتاحة، وبالتالي يجرى احتواءه عبر الفعاليات البرية. هذا التحرك يحتاج إلى الجهد التقني الذي لطالما تحدثنا عنه، ولطالما قلنا أنه احنا نفتقد إليه، ولطالما عطلت الموازنات التأسيس إلى إيجاد آليات ترتقي بالقدرات التقنية في الرصد والاستمكان للنشاطات المشبوهة في المناطق النائية. لأنه احنا بالحقيقة التنظيم بدأ يناور في مناطق لا يوجد فيها تواجد سكاني. عندما تكون المناطق ليس فيها تواجدا سكانيا سنخسر الجهد البشري في الرصد والاستمكان. ما هو البديل؟ البديل هو الجهد التقني. الجهد التقني كيف نستعيض؟ بالجهد التقني القادر على الرصد والاستمكان في سلسلة جبلية، ثم الاقتراب في مناطق توصف أنها مناطق غابات، في حرب الغابات كيف نرصد ونستمكن، علما أنه الاستطلاع بالأشعة تحت الحمراء للإنفراريد كفيل بأن يزيل عقبات المباغتة من قبل هذا التنظيم، لأنه إباغتك بالأجواء الرديئة والرصد الحراري يتخطى عوائق الأجواء الرديئة. ليلاً إباغة ليلاً هو بالليل يكون مكشوف ومنظور عبر الإنفراريد أو الأشعة تحت الحمراء. في آليات يعني المناورة بالإمكان. فإذا نحن في الجهد التقني لابد أن يعني نؤسس إلى مبدأ جديد. اليوم السيد السوداني تحدث عن ضرورة تطوير الجهد الأمني، لكن العنوان مفتوح، تطوير الجهد الأمني شل طور مهارات قتالية، قدرات تسليحية، قدرات تقنية في مجال الحرب الإلكترونية، في مجال الحرب السبرانية. ما إحنا عندنا التحديات فيها أفاق واسعة وتحتاج إلى يعني مخاطبة التخصص، حتى التخصص يقول كلمة الفصل في المواجهة والاشتباك. سنبقى ندور في فلك التحدي إن لم نجد آليات ردع. وبالمناسبة معظم الحلول التي نتحدث عنها هي ليست حلولا أمنية وعسكرية، وإنما حلولا سياسية، ابتداء من تأمين الموارد والقدرات والمهارات القتالية، وانتهاء بالمعالجة السياسية الضامنة لمسك حدود متبادل بيننا وبين دول الجوار. طيب، وبالمناسبة نضوب المياه أصبح ترى تهديد وجود. أحسنتم دكتور، هذا من ناحية استراتيجية، ولكن من ناحية آنية وتكتيكية أستاذ واثق، مدى التعاون بين المواطنين من سكنة الطارمية والقوات الأمنية حاليا، على اعتبار أن المدة السابقة سدت فجوة واسعة بين الاثنين؟ نعم، يعني هي يعني اولا هي القضيه يعني قضيه معالجه الارهاب لا يتم يعني من خلال العمليات العسكريه فقط والمجابهه العسكريه، وانما هو تنظيم ارهابي لديه افكار، وهذه الافكار متطرفه. يعني الحكومه او الحكومات المفترض ان تستثمر يعني طبيعه ما حدث من عمليات اجراميه، وبالذات في المناطق التي اجتاحها داعش واثارها التي انعكست حتى على اثار مجتمعيه وسياسيه و حياتية بالنسبة للناس بصورة عامة، كان المفترض يعني أن يكون تثقيف بشكل كبير يعني من ناحية الأفكار، بالإضافة إلى التعاون الذي يكون وثيقا يعني بين
رؤساء العشائر، وجهاء المنطقة، تعاون بين المواطنين، زج بعض الأفراد بالأجهزة الأمنية والاستخبارية، رغم أنه هنالك جهد استخباري جبار ووصل إلى كبار قيادات داعش، لكن ما يزال بعض الخطاب المتشدد موجود لدى بعض مشايخ أو بعض شخصيات هذه المناطق. ما تزال بعض المنابر والجوامع ما تزال تحرك بشكل متشدد، يعني نسمع حتى في خطاب أو في أدعية الجوامع أحيانا يقول اللهم فك أسرانا أو فرج عن أسرانا، ما هم من هم الأسرى؟ يقصد بالدواعش الذين موجودين سجناء لدى الحكومة. وبالتالي هذا الخطاب لابد أن يكون تحت رقابة الحكومة والجهات الدينية أيضا والإعلامية، تكون الكل مسؤول يعني من درء هذا الخطاب ووجهته والتثقيف على فكر التعايش السلمي والعودة إلى الحياة الطبيعية والتثقيف، يعني حتى إحنا نعرف أنه داعش خلال 3 سنوات سيطر على مناطق، ثقفه ودربه وعلم حتى أطفال على القتل والنحر وطبيعة الأبقار. تحدث الدكتور الشريفي عن أن هنالك تماس لهذه المنطقة مع 3 محافظات، ونتحدث هنا عن المسافة الصفرية اللي تبعدها هذه المنطقة عن مناطق بغداد الأخرى، والتصاق ب3 محافظات كما أوضح الدكتور الشريفي، صلاح الدين، ديالى، والأنبار. هذا الموضوع يجعلها ذات أهمية استراتيجية توجب على كل القطاعات المعنية بهذا الشأن أن تحث الخطى بل تتسارع وتتسابق مع الزمن. الحديث لحضرتك أستاذ واثق. نعم، يعني أنا قلت قبل قليل يعني أنه هذه يعني أهمية المناطق وهي محددة ل3 محافظات، وهذه المحافظات طبعا أيضا البيئة الجغرافية، يعني مثلا يعني من ديالى والأنبار صحراء وديالى بساتين وصلاح الدين أيضا بين الصحراء والبساتين، وبالتالي كل العمليات الإرهابية يعني حتى قبل دخول داعش يعني إلى في عام 2014 هو استهدف المناطق خواصر بغداد والمناطق المؤثرة والمفاصل المهمة التي تؤثر على العاصمة والتي ربما تكون حتى قريبة من محافظات أخرى، وبالتالي يحاول قدر الإمكان يعني أن يضرب بين بغداد وربما يتجه إلى محافظات أخرى وبالذات محافظات الوسط والجنوب، وهذه عمليات ضمن منهج العصابات الإرهابية و تحاول أن تحدث خروقات يعني في هذه المناطق، وبالتالي أهمية هذه المناطق وطبيعتها وطبيعة المجاميع اللي موجودة وتكرار العمليات الإرهابية بين الحين والآخر، نجد خرق أو اعتداء على دورية أو استهداف ضباط كبار يعني في هذه المناطق، دليل على أن العصابات متوغلة بين السكان، وربما قد لا يعرف السكان من هؤلاء، لكنهم من الظاهر أنهم يتحركون بكل حرية بين المواطنين ويستهدفون متى ما يشاءون، وبالتالي يحدثون نوع من الإرباك للقوات الأمنية. دكتور الشريف، يعني هذا الإرباك للقوات الأمنية أشرت إلى جزء كبير من عند حضرتك في إجابة سابقة أنه أكو غطاء سياسي يحول دون إدامة زخم العمليات العسكرية منذ 2003، مورس الضغوط على مراكز القرار الأمني الخاص بهذه المنطقة كما كان يجري مع مناطق أخرى مثل جرف الصخر. لاحظ هو من حيث التشخيص نحن يجب أن نقرأ فلسفة التنظيم والتغيير في تكتيك إدارة المعركة من قبل التنظيم. التنظيم الآن يستخدم أسلوب الأهداف أو الفعل السوقي في الأهداف. إحنا عندنا الهدف التعبوي اللي تحقق به عندما تستهدف تحقق به إنجاز على المستوى القتالي، لكن في الأهداف السوقية ممكن أن نتحقق أبعد بكثير من الميدان ومن التدمير التعبوي للآليات والقدرات للعدو. شوف، يجرون عملية مناورة، هذه المناورة تدفع القطاعات الأمنية إلى الانتشار واستخدام أسلوب ما يطلق عليه بالتعسف في الإجراءات الأمنية، يرفعون من نسبة النقمة لدى الرأي العام في هذه المنطقة ويختارون المنطقة بتركيبة سكانية معينة، رفع مستوى النقمة يدخلنا في إطار حروب الجيل الخامس التي تعتمد على النقمة الجماهيرية واستثمارها وتوجيهها ضد النظام السياسي وضد الحكومة.
فإذا نحن يجب أن نشخص فلسفة التنظيم. رد الفعل يجب أن لا ينصب على السكان المحليين، لأن قيمنا بدقة أنه التهديد وافد، وأنه هناك جهدا استخباريا حاضرا بين السكان المحليين ينظر أي نشاط مشبوه ممكن أن يبلغ عنه، وهم الأكثر تضررا من هذه العمليات. لذلك مسألة أن يكون من قلب المعادلة الاجتماعية أو التركيبة السكانية هذا أمر مستبعد، لأنه سيكون منظور وإمكانية احتوائه، ولكن يكون وافد يقوم بعملية، عبر العملية يصار إلى انتشار أمني وتكثيف الإجراءات الأمنية، إخلال بما يطلق عليه بالحقوق الدستورية، حق التنقل، حق السكن وما إلى ذلك، وتنخلق لقمة جماهيرية قد تؤجج نزاعاً يؤثر على المسار الأمني والعسكري في البلد. لذلك يجب أن تكون الحسابات دقيقة في هذه المرحلة، لأنه إحنا في حروب الجيل الرابع قلنا أنه واحدة من سماتها هو الجيش الجوال، الآن حروب الجيل الخامس أهم أداة من أدواتها هي النقمة الجماهيرية. فيجب أن لا ندفع الجماهير إلى أن تنفعل وتصل إلى حالة هذه النقمة والانفعال الاجتماعي. نشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد الشريف الخبير الاستراتيجي، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ واثق الجابر المحلل السياسي. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.